باش تنجح فات البلاد معرفة صحيحة وسطيحة ميزانية قبيحة وعقلية كانك ميما نصطلة في بلاد تطفى العيق هنا يا ينوض الريق ما تقتلون احنا يا ناس الصاد والفريق ايه يا طيارة طيري وديني من البلاد طيري يا طيارة طيري هنا محلالي بعاد طيري يا طيارة طيري وديني من البلاد طيري يا طيارة طيري خوت غادي ينزل عندي اوكي خوت كنا كندورو ياك وقلنا نصوروا لكم هذا الفلوغ هذا بلاصه زوينه الدخله راهي معنا الدخله هادي دابا غندخلو اوكي خوت السيفت عطنا باش نقطعو يعني دير لهم الطريق ملي تقطع الناس كيدخلو يعني من هنا هو تاخد التيكيته ديالك كتشوفو هنا ملي كتاخد التيكيته ديالك كما قلت لكم الباب اللي كيخرجوا من الناس ماشي هو الباب اللي كيدخلوا منه الناس يلا ناخذ التيكيته ونرجعو Hungry. He's hungry. Yeah. That's right. Come on, man. Tell me through. I'm a hoochoo. My uncle goes over there. Look at this. Oh my god. اوكي الخوت احنا جينا عند سير اسد ها الاسد ناعس ها هو السبع ناعس مكسال مرتاح واخد بعد ما نشمش فهمتي الخوت جاتو الشميشه راهي عشيرتو فينا هي ها هو مكسال انا خوت واخد راحته سبع راه سبع كيبقى سبع شو قداش وخوت تبارك الله قداش يلا نشوف بلاصه اخرى عاوتاني ونشوف حيوان اخرى عاوتاني قالوا السبع كيبقى السبع السبع ناعس وقت النعاس كينعس يلا خوتو حنا غنمشيو على حديقه كبيره ما صغيراش ندخلو نشوفو شي حاجه اخرى عاوتاني كانت واحد القضيه ديال الزرافه كنتي كتوكلها دابا لا دابا مع القضيه ديال الكورونا ما بقاش يخليك توكل الزرافه كنتي كتوكل كتجي حتى لعندك دابا غادي نمشيو ونشوفو شنو القضيه عندهم تما واش يمكن لك تطلع لعندها ولا يمكنش تطلع عندها يلا خليكم معنا ما تشوفي انا خوتي جينا وقت الماكله هي كتعلفوا الحواله اخوتا كاين واحد الحواله تما هي كتوكلوا تطيل الفصه يلا كاين خوت شوفوا معايا شنو كاين هنايا الى بان لكم كويبا هاهما خرجوا كاع يلا نوريكم واحد حاجه اخرى هاهما هنايا شد النوع هذا ما
أول مرة كنشوف أنا هادي، وكي غنوريكم شي حاجة زوينة أخوت، خليكم معايا دابا غنوريكم شي حاجة زوينة. يلا خوت نوريكم واحد الحاجة زوينة، واحد أوكي خوت غنوريكم واحد واحد الحاجة زوينة زوينة زوينة. شوفوا شنو كاين هنا، هنا جانا قبلكم الكاميرا وشوفوهم، شوفوا هادو اللي ناعسين هنا شكون هما، شوفوهم قداش وشوفوا شنو دايرين ليهم. أوكي يلا خليكم معنا ندور الكاميرا دابا. خوت شوفوا قنية مرتاحة، شوفوا قداش وشوفوا شنو دايرين ليهم، الكواش اللي تغطاو اللعيبات اخرى هي راه هي ناعسة، وهي ناعسة مرتاحة مرتاحة. الكواش اللي اليوم قلت لك هاي حتى هي مرتاحة، شوف قداش تبارك الله، شوف قداش هذا ديال شي طاجين والله الا ديال شي طاجين بالله. خوت ما غنصورش بزاف باش ما يجيش الفيديو طويل، حيت الحديقه يلاه بديناها فهمتي خوت، خليكم على غنصور غير شويه لان الا بقيت نصور بزاف غيجي الفيديو بي طويل طويل طويل، حنا ما خصناش نفوتو يعني واحد الدقائق باش ما يجيش ممل. وين الخوت دخلنا هنا، هذه البيت ديال الزرافه، الدار ديال الزرافه، شوفوا شنو ورايا، هذا الراس ديال الفيل، الراس ديال الفيل هو اللي ورايا، هذا الراس ديال الفيل. نوريكم الدار ديال الزرافه هي ورايا قداش، نوريكم واحد الفقره غير ديال العنق ديال الزرافه قداش، هاهي هذه فقره من العمود من العمود فقره ديال عنقها، شوف قداش ها هو كتشوفوا هي هذه يا خوت. نخرجوا نمشيو نشوفوا حاجه اخرى هنا، قال لك اي حاجه ملي كتدخل داخل ديال الاندور اي بلاصه خاصك دير الماسك، برا ما ديرش ماسك ماشي مشكل، ولكن الا دخلتي لشي محل مغلوق وبليتي دير الماسك. يلاه خوت ودير لينا يعني التعقيم، في اي بلاصه كاين تعقيم، في اي بلاصه كاين تعقيم، يعني اي بلاصه كتمشي كتلقى كاين تعقيم، يعني برافو عليهم. نشوفوا الديكور هذا ديال الزرافه وبنتها، هذا هو البيت ديال هذا هو الهاوس ديال الزرافه الخوت، فين كتجلس الزرافه. دابا غنحاولوا ندورو ونوصلوا ليها. اوكي خوت ها هو الاخرين، شي اخرين ها هما خرجوا، ها هو رجعوا جانا، كيحفر كيحفر كيحفر. ها هو داخل تيحفر، ها هو يدخل يدخل. شوف خوت شنو كاين هنا، تيقصي عطينو الليمون، عطونا الليمون، عطينا المطيشة، الدب، الدب الأسود، وقت الغدا، عطينا، نشوف تما ندير لكم الزوم باش يبان لكم داكشي اللي كياكل، وي كيبان لكم الليمون، شفتوا الليمون، إيوا، بالصحة وراحة السيدي، يلا نقلبوا دابا كنقلبوا على الفيل. والتايجر النمر مازال نصور، مبغيتش نصور خوت كلشي حيت كما قلت لكم غيجي الفيديو طويل طويل بزاف، غنصور ندير مختصر الرحله اوكي ولا الخرجه. يلا خليكم كياكل بصحته، كياكل فافور، شكون بحالو. هانتوما خوت ديكور زوين، نمشيو نقلبو، كاين التمساح، نقلبكم على التمساح، نمشيو دابا نشوفو شي مكان اخر فين نجلسو. يلا خوت ما تشوفي خليكم معنا. اوكي خوت كما كتشوفوا هذا التمساح الابيض شي كبير، هذا من افريكا. يا افريكا تو، حتى من افريقيا خوت، حتى من افريقيا. شوف تبارك الله وسط الماء لداخل، وسط الماء مغمض عيني وناس مرتاح، سبحان الله. وي خوت شفتوا داك الفرون، فكرون قداش، ها شوفوا فكرون قداش هم كسال ورجين عنده ناعس، وكيكون خارج بعد مرات كل يوم، راه السنين هذه باش جيت لهنايا كيكون خارج، دابا راه ناعس متكل داخل. جينا وقت الغداء، وقت القيلولة ديالهم. Everything was good then you would feel alive.
وي خوت انا خرجت باش نخرج لازم يدير لك هاد الطبعه هادي في يدك باش يمكنك ترجع. يعني اللي غادي يخرج اي واحد غادي يخرج يطبعوا ليه بعد كتبعوك الفوق قالت لي باش الا غسلتي يدك ما تمسحش لك، يعني يمكن لك تخرج وترجع مره اخرى. يلا غنرجعوا نكملوا واحد دوره صغيره قبل ما نشوف حالنا، لان الجو شفتوا بدا كي شويه كي بدا شويه كيبرد كتشوفوا يمكن العشيه طيح حتى. اوكي يلا خوت تبارك الله عليكم. او كنت بحار مع صاشير ولا واحد اخر هو ونشط معاكم ونشط طلع يقصي خذ مع شيري تبارك الله واكل واكل رزقه ونرجع نشوفه غنرجع نشوفه ديال الحيط هنا غنشوفه يلا تبارك الله عليك ما شاء الله ما شاء الله. جينا عند مونكيز قروده راه جيبي غادي والله يهديك الله يهديك شاف بحال راهم اخرين حشم غا حشم حشم اخويا حشم منكم الخوت راه الاخر كيحك هي لمش اخوت سولنا على الفيل قال لك الفيل ما كاينش قال لك الفيل ما كاينش في هذه الحديقه هذه كيف واحد اخرى بعيد عليه واحد قال يقول نزيد لجوج سوايع يلا نشوفوا شي حاجه اخرى اللي كاين اوكي يلا خوت نمشيو نشوفوا شي حاجه اخرى قبل ما نسدوا الفيديو ده هو غاو خرج هو خرج صاحبنا هذا وحش وحش ما غاحش ما نحش ما كيطل يلا خوت نتمنى يعجبكم الفيديو هذا راه درتو غير على غير غفله يعني ما كنتش مخدير لي واحد البروغرام اني غادي نخرج وندير جا على غفله بغيتكم تشاركوا معنا هذه الخريجه هذه زوينه نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش سبسكرايب لايك تعليق زوين تهلاو في راسكم لاف اند بيس.